برايل هي لغة مكتوبة ونظام من النقاط البارزة تمثل الأحرف، اخترعها العالم الفرنسي لويس برايل في القرن 19، وذلك لإتاحة متعة وحق القراءة لملايين المكفوفين وضعاف البصر حول العالم. ويواجه المكفوفون الشعور الدائم بعدم الراحة في النصوص المكتوبة التي يصعب حملها واصطحابها إلى أي مكان، فالكتاب المقدس المكتوب بطريقة برايل على سبيل المثال يأخذ مساحة كبيرة على الرف تقدر بحوالي متر ونصف المتر. وفي هذا الصدد تأمل الشركة البريطانية بريستل برايل تكنولوجي المعنية بخلق حلول ذكية لتسهيل التعلم على المكفوفين أن يساعد قارئها الإلكتروني الجديد كانوت 360 على تيسير عملية القراءة ومساعدة المكفوفين في تقليب الصفحات وتصفح نصوص برايل المختلفة بمرونة وحرية أكبر. طريقة برايل تتكون من مئات الأشكال والنماذج والنقاط، وجميعها متوفرة على ذلك الجهاز. وكانوت 360 في حجم كتاب ضخم، وهو أول قارئ إلكتروني بطريقة برايل ومتعدد الأسطر في العالم، ويعرض نصوصاً في المرة الواحدة مساوية لحوالي ثلث صفحة من النصوص المطبوعة العادية. وعندما يصل القارئ إلى نهاية الصفحة فما عليه إلا الضغط على زر لتحديث خلايا حروف برايل لعرض الصفحة التالية. النسخة الحالية من الجهاز اللوحي تعمل بكابل كهربائي، ولكن الشركة تخطط لتصنيع نماذج مستقبلية تعمل بالبطارية. ويحتوي الجهاز على عدة أزرار تمنح المستخدم تحكما كاملا في وضع إشارة مرجعية مثلا أو العودة إلى القائمة الرئيسية. والميزة الأهم هي أن أي نص مكتوب بطريقة برايل يمكن تنزيله على القارئ الإلكتروني عبر فتحة USB، ما قد يجلب عدداً لا نهائياً من المواد المقروءة عند أطراف أصابع المستخدم. لم نحدد سعر الجهاز بعد، ولكننا نهدف لطرحه بسعر كمبيوتر محمول، وسيطرح مبدئياً لمؤسسات مثل المدارس والمكتبات، كما أننا نسعى لوضع أسعار معقولة للأفراد أيضاً. And we're also aiming on an affordable price plan. طور الجهاز الفريد على مدار 5 سنوات مع آمال كبيرة من مجتمع المكفوفين لإدخال تحسينات إضافية وإتاحته بأسعار مناسبة للجميع.